تعرف على المهام والمشاريع في قيود، واللي راح نتعرف من خلالها على طريقة إضافة مشاريع واستعراض التفاصيل المالية للمشروع، إضافة مهام ونقلها من قائمة أو من مرحلة إلى أخرى، إضافة تعليق لمستخدم من خلال صندوق النشاطات. بداية، المشاريع ممكن نستفيد منها في قطاع المقاولات، بحيث يكون كل مشروع مستقل وكل مشروع على حدة، أو ممكن تكون كل قضية على حدة في قطاع المحاماة. ممكن نستفيد منها أيضا كمراكز التكلفة، بحيث يتم التحليل من خلال المشاريع. لإضافة مشروع جديد، راح نقوم بالضغط على إضافة مشروع. من أعلى الصفحة راح نحط اسم المشروع، وإذا كان عندنا وصف للمشروع مع تاريخ التسليم، ونحدد إذا كان هذا خاص أو لا. طبعا إذا حطينا خاص، راح نقوم بإضافة عدة مستخدمين بحيث أنهم يستطيعون الاطلاع على هذا المشروع. فخلينا نسجل مع بعض. مثلا عندنا مشروع تأثيث، نجي نكتب هنا تأثيث لشقة رقم 5 مثلا، حي النرجس، أو أي وصف إحنا حابين نكتبه على للمشروع هذا، بحيث إنه أنا وضحت إنه هذا المشروع خاص بتأثيث شقة رقم 5 بحي النرجس، بحيث إنه أي مستند أو أي قيد أو أي شيء حابين نربطه بالمشروع راح نقوم بربطه على المشروع هذا، يعني إذا كان يخص المشروع. طبعا إذا كان عندنا هنا مشروع التأثيث له تاريخ تسليم، يعني إحنا التأثيث طبيعي، من الطبيعي إنه إحنا راح نسلمه في مثلا شهر أو في شهرين على حسب الاتفاق بيننا وبين العميل. فراح يكون هنا تاريخ التسليم بناء على الاتفاق، فلنفترض إنه بعد شهر. عندنا بعد شهر يوم السبت، خلينا نفترض انه الجمعة والسبت احنا ما نشتغل، فاتفقنا مع العميل على انه يكون يوم الأحد تاريخ 10/7 هو تاريخ التسليم. طيب، هل هذا المشروع خاص بأحد المستخدمين، يعني ما يطلع عليه ولا يقوم بإضافة أي معلومة فيه إلا هذول المستخدمين، أو هو عام للكل؟ فإحنا لو كان عام راح نتركه بالشكل هذا وما راح نضيف أي مستخدم. لو كان خاص بمستخدمين معينين، إحنا راح نضغط على خاص، وبعد كذا راح نضيف المستخدمين اللي هم خاصين بالمشروع هذا. فراح ندخل هنا، طبعا المستخدمين هذول اللي تم إضافتهم من قسم المستخدمين اللي موجود في الإعدادات. فخلينا نضيف هنا المستخدمين، ولو كان عندنا أي مرفق ممكن إحنا نضيفه هنا. بعد كذا نسوي متابعة، وراح يظهر عندنا المشروع هذا. ولو نلاحظ عندنا هنا بالنسبة لتاريخ التسليم في عدة ألوان، إذا كان باللون الأحمر يعني التاريخ منتهي، المفروض يكون تم تسليمه. طبعا هو يجي باللون الأحمر سواء كان تم تسليمه أو لا، المهم إنه تعدى الفترة. عندنا هنا ما في تاريخ تسليم، فهذا مثلا عندنا هنا مشروع صيانة إلكترونيات، هو مو مشروع أنا راح أسلمه، هذا مشروع خاص، يعني أي صيانة راح أحمل هذه التكاليف على هذا المشروع، بحيث إني أقدر أحلل بناء على القوائم اللي موجودة عندنا هنا في تخص المشروع. عندنا هنا باللون الأخضر اللي هو هذا المشروع الجديد، وعندنا هنا المشروع ينتهي في 30/6 نهاية الشهر، فلسه باقي له وقت. عندنا هذا المشروع باللون البرتقالي، لو نلاحظ تاريخ التسليم بكرة، فإذا قرب موعد التسليم يجي يتغير من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي، فزي اللي يعطينا تنبيه إنه راح ينتهي قريباً. طيب، هذا ما يخص إضافة المشروع. خلينا نستعرض مشروع مسبق تم تسجيله مسبقا، بحيث نشوف إيش راح يكون عندي داخل صفحة المشاريع والمهام. عندنا المشروع هذا راح نستعرضه، فلو نلاحظ عندنا هنا في لوحة المتابعة وضح لي المشروع عدد المهام اللي موجودة وتابعة للمشروع ونسبة إكمال المهام. فأنا عندي هنا 60% تم الانتهاء منها، و40% لم يتم الانتهاء منها.
راح يوضح لي هنا الوصف، تاريخ التسليم، متى، حالة الخصوصية إذا كان خاص أو عام، الحالة مفتوح أو مغلق، بما أنه مفتوح يعني لسه يعني لم يتم التسليم، المغلق بعد انتهاء التسليم أو إذا تم التسليم، أنشئ بواسطة مين، مين اللي قام بإضافة المشروع، وإجمالي الدخل مع إجمالي المصروفات. عندنا أيضاً في التفاصيل المالية راح يوضح لي الربح والخسارة، الميزانية العمومية والمستندات التجارية. بالنسبة للربح والخسارة تقريباً هي قائمة الدخل، فراح يوضح لي جميع الإيرادات والمصروفات التابعة للمشروع مع صافي الربح أو صافي الخسارة. فهنا زي ما هو ظاهر عندنا اللي هو 3800 تعتبر ربح، لو كانت بين قوسين هذا يعني بالسالب، فأنا المشروع هذا خسرانة منه ماني رابحة. عفوا، أحد العملاء يقول إنه ما في صوت، هل ما في صوت للكل ولا بس عند عندنا هنا؟ تمام، يعني الصوت موجود لكن بعض يقول ما عنده الصوت، يعني بس شخصين اللي ما عندهم الصوت. يقطع، غريبة. إذا بما أنه في صوت أتمنى أنه يكون واضح الصوت عند الكل، بس لما تكرر عندي التعليق أنه ما في صوت فأعتقدت أنه الأغلب ما عنده الصوت. نستكمل مع بعض. عندنا هنا الربح والخسارة زي ما قلنا هذا ما يخص قائمة الدخل. طبعا عندنا إمكانية للتحليل على حسب المواقع في يتم المقارنة بينها. طبعا هذه عندنا في خاصية الميزة أو التحليل المتقدم اللي موجود عندنا في التقارير، فخلينا نفتح التقارير مع بعض. نجي عند قائمة الدخل، وفي التحليل المتقدم احنا ممكن هنا نختار عند نوع البعد اللي هو الفروع والمخازن، وبعد كذا راح احط عدة فروع، فمثلا عندنا هنا المركز الرئيسي، الدمام، والخبر، وجدة. راح اسوي بحث. طبعا هنا في قائمة الدخل وضح لي قائمة الدخل كاملة، بس انا برضو لو رجعت للمشروع عندي وسويت تحديث للصفحة، فلو نلاحظ عندنا هنا ظهرت لي المواقع مع قائمة الدخل الخاصة بالمشروع هذا. فعندنا هنا في فرع الخبر ربح بقيمة 3800، في فرع الدمام عندنا تكاليف أكثر من الربح فهي خسارة، لو نلاحظ بين قوسين ب1200، وعندنا أيضا في فرع المركز الرئيسي ب1000 ريال، ولو نلاحظ عندنا هنا فرع جدة ما في أي شيء يخص المشروع من فرع جدة. لو حابين نرجع القائمة الأساسية ممكن نجي هنا ونسوي إعادة التعيين. طبعا إمكانية البحث عن المشروع من قائمة الدخل الموجودة في التقارير نقدر نسويها، فبس نسوي هنا إعادة التعيين، وبعد كذا نرجع لمشروعنا نسوي تحديث للصفحة، راح يرجع لي مثل ما كان على القائمة الدخل الأساسية بدون تحديد لفروع معينة. طيب في الميزانية العمومية راح يوضح لي الأصول، من أصول متداولة وغير متداولة، من النقدية في البنك والمدينون والمخزون وغيره، مع إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات والدائنون والحقوق الملكية. وكل حساب يتم ربطه بالمشروع راح يظهر عندنا هنا سواء كان أصول أو التزامات. في المستندات التجارية راح يوضح لي جميع المستندات المرتبطة بالمشروع، من فواتير مبيعات أو فواتير مشتريات، من قيد يدوي أو سندات، مع إمكانية إضافة أي سند من السندات اللي موجودة عندنا في البرنامج إلى المشروع. أنا ممكن أضيف الحين أي مشروع، مثلا لو عندنا هنا سداد رسوم تجديد السجل التجاري، أنا ممكن أضيفه هذا، وبعد كذا راح ينضاف عندي في القيود. لو نلاحظ عندنا هنا القيد هذا رقم 183 تم إضافته اللي هو سداد الرسوم، لو جينا نستعرضه موجود عندنا هنا في الربح، طبعا أثر علي في الربح والخسارة وراح يأثر في الميزانية العمومية وغيره.
هذا بالنسبة للوحة المتابعة اللي موجودة في المشروع. طيب راح نروح ننتقل إلى المهام الخاصة بالمشروع. فنلاحظ عندنا هنا المهام مقسمة إلى مهام، مهام قيد التنفيذ ومهام منتهية. أي مهمة تم الانتهاء منها أو هي يعني مهمة موجودة هنا بعدين صارت قيد التنفيذ أو هي في قيد التنفيذ وصارت منتهية، أنا ممكن أقوم بنقلها من مرحلة إلى أخرى بمجرد السحب، يعني أضغط على المهمة وأقوم بنقلها إلى القسم الآخر. فلو نلاحظ عندنا هنا المهام المنتهية صارت 3 مهام، وعندنا مهمتين غير منتهية مع إمكانية إضافة قائمة أو مرحلة جديدة. يعني مثلا أنا ممكن أضيف قائمة وأسميها مهام غير منتهية وتم مراجعتها، يعني أي مهمة تم مراجعتها والتأكد منها ولكن ما بعد انتهت، ممكن إني أحطها في هذه القائمة. فلو لاحظ موجودة عندنا هنا ممكن هذه غير منتهية، بس إنه تم مثلا الشراء وتم مراجعة الفواتير مثلا وفي انتظار توصيل عفوا الأثاث للمكتب، فنخليها عند القائمة هذه. وطبعا كل منشأة تقدر تضيف قائمة خاصة فيها وعلى حسب سياسة الشغل والمنشأة عندها. طيب نجي نشوف صفحة المهام اللي موجودة هنا في المهام والمشاريع، راح يوضح لي جميع المهام اللي موجودة عندنا في قائمة المهام. لو لاحظ عندنا هنا المشروع تم إخفاؤه، إذا كان مثلا المستخدم اللي تم أو اللي يشتغل على هذا المشروع هو تم إضافته، ممكن إنه ما يكون يعني تم إضافته بشكل صحيح فممكن يختفي من عنده. فعندنا هنا بعض المهام اللي موجودة، فلو لاحظ عندنا هنا مهمة صيانة المكيف، عندنا هنا مهمة لإضافة عقود الموظفين في راح تنتهي في 12/6 وهذه منفصلة. طبعا عندنا نوعين من المهام، أما أنها تكون مهمة عامة تخص المنشأة ككل، أو أنها تكون مهمة خاصة ومرتبطة بمشروع معين. طريقة إضافة المهمة راح يكون من خلال الضغط على إضافة مهمة، بعد كذا راح نقوم بإضافة مهمة، خلينا نقول هنا شراء مثلا شراء مكتبة تلفزيون. طبعا احنا حابين نربط هذا المهمة هذه بالمشروع حقنا الجديد، لو حابين نكتب وصف ممكن نضيفه، الأهمية ممكن نخليه متوسط، وتاريخ التسليم أنا ممكن أحدد تاريخ معين للتسليم أو ممكن أتركه مفتوح، خلينا نقول مثلا يوم الأحد، وراح أضيفها إلى مشروع التأثيث. أنا ممكن أربطها بمستخدم معين، يعني هذا المستخدم هو اللي راح يشتري هذا أو هو اللي راح يكون خصه هذا المهمة. فأنا ممكن أضيف هنا المستخدم مشاعل للقيام بالمهمة هذه.
زي ما نلاحظ هنا صارت موجودة عندنا مهمة شراء مكتبة التلفزيون مع تاريخ التسليم، وإنها مرتبطة بمشروع التأثيث، وهي حالتها عامة، أنا ممكن أخليها خاصة ومفتوحة مع اسم المالك والموافقات والمستندات التجارية. لو كنت مثلا اشتريت المكتبة أنا ممكن أربطها عليه، فراح تظهر لي هنا في المستندات التجارية. لإضافة مهمة عامة مثلا عندنا هنا شراء أدوات مكتبية، وإحنا حابينها تكون للمكتب عندنا في أدوات ناقصة، وأنا مثلا هذا هام جدا إنه يكون موجود عندي خلال اليوم، راح أخليه في نفس اليوم. ممكن أحد ما راح أضيفه هنا لأي مشروع لأنها مهمة عامة، ممكن أحدد مستخدم أو أتركها مهمة عامة، بس الأفضل في المهام إني أحددها لمستخدمين معينين. فلو لاحظ عندنا هنا شراء أدوات مكتبية لازم تكون اليوم، اسم المشروع منفصل يعني هذا مستقل، ما هو مرتبط بأي مشروع آخر. طيب نجي نستعرض مع بعض. عندنا هنا في مشروع صيانة الإلكترونيات، نجي للمهام اللي موجودة عندنا. هنا عندنا صيانة مكيف LG، ولو نلاحظ إنه التسليم في 9/6 هو لسه يشتغل عليها، إلى الآن ما انتقلت إلى المهام المنتهية. فأساساً لو نلاحظ عندنا في المهام، جايني هنا صيانة المكيف مفتوح، حالتها مفتوح يعني لسه ما بعد تم تسليمها، لو كانت مغلق يعني تم الانتهاء منها. فأنا أبغى أرسل رسالة للشخص هذا اللي مسؤول عن صيانة المكيف، وأسأله إنه ليش ما بعد تم تسليم المكيف. فنسوي استعراض للمهمة هذه، ونجي هنا عند نشاط المهمات، وراح نضيف العميل بالضغط على علامة الزائد، بعد كذا راح نضيف الإيميل، بعد كذا راح نكتب نرجو توضيح سبب عدم الانتهاء من المهمة، ونسوي إرسال. طب بمجرد ما تم الإرسال راح توضح عند العميل هذا، عفوا المستخدم، وأنا أرسلته لنفسي. فلو نلاحظ عندنا هنا في شريط المهام آخر 5 تعليقات تم ذكرك فيها، فلو نلاحظ عندنا هنا مكتوب نرجو توضيح سبب عدم الانتهاء من المهام. طبعا هي ما راح تظهر عندي أنا كمرسل للرسالة، راح تظهر عندي كمستقبل للرسالة، أنا أرسلت إيميل هنا لنفسي بحيث أنها توضح وأوضحها لكم. فزي ما قلنا موجود عندنا هنا اللي هي آخر 5 تعليقات، فكل تعليق تم إرساله لي راح يظهر عندي هنا في التعليقات. طبعاً طريقة ربط أي مشروع، عفواً أي فاتورة مبيعات أو مشتريات أو قيد لربطه بالمشروع عندنا راح يكون من نفس المشاريع اللي موجودة عندنا، أو عفوا وقت إنشاء الفاتورة. فعندنا هنا في المبيعات لما نقوم بإضافة فاتورة مبيعات جديدة راح يظهر لي هنا عند المعلومات الإضافية إضافة إلى مشروع أو إضافة إلى مهمة، أنا راح أخليها إضافة إلى مشروع، وراح أختار المشروع اللي راح أضيفه له. مثلاً عندي هنا مشروع تأثيث، ممكن أقوم بعملية المبيعات. عندنا هنا راح نحدد، أو خلينا نسويها فاتورة مشتريات بحيث أني أنا راح أشتريها من العميل، لكن بنفس الطريقة. خلينا نجي هنا نشوف فواتير المشتريات، طيب عندنا هنا في مثلا عندنا هنا وست ألم، أنا ممكن عندنا هنا تاريخ الإصدار وشروط الدفع، راح يحدد لي تاريخ استحقاق. فمثلا أنا راح أدفع بعد 3 أيام، راح يكون عندي هنا بعد 3 أيام. لو كان بنفس اليوم يعني ما في أي شروط الدفع، راح يكون تاريخ الاستحقاق بنفس اليوم، يعني أنا راح أدفعها الآن.
تاريخ التوريد راح يكون متى راح يورد لي البضاعة، ممكن التسليم يكون بكرة أو يوم السبت، ونختار الموقع اللي راح يوصل لي فيه. الأثاث إحنا قلنا وين، في الرياض، فنختار الرياض. بعد كذا نختار المنتج اللي إحنا حابين نشتريه من المنتجات اللي موجودة. فمثلا عندنا هنا مكتبة تلفزيون خشبية، أنا راح أشتري وحدة واحدة. لو كنت راح أدفع في نفس الوقت راح أقوم بالدفع، راح يكون بتاريخ اليوم مع الدفع، وراح نقول هنا عند المعلومات الإضافية إضافة إلى مشروع التأثيث. لو كان عندي راح أضيفه إلى مهمة راح أختار المهمة اللي هي شراء مكتبة التلفزيون. فأنا أحدده على مهمة ولا على المشروع، فأنا أفضل أن يكون على المشروع. بعد كذا نسوي حفظ وموافقة. لما نرجع للمهام والمشاريع ونشوف عندنا هنا مشروع التأثيث، لما نستعرضه عندنا هنا فيه الربح و عفوا في المستندات التجارية، موجود عندنا هنا فاتورة مشتريات اللي قمت بشرائها الآن وحالتها دفعت، لو كانت دفعت جزئيا راح يوضح لي إياها هنا وغيره. نفس الشيء بالنسبة لإضافة قيد يدوي للمشروع أو إضافة فاتورة مبيعات أو أي شيء يخص المشروع هذا، راح ننزل عند المعلومات الإضافية وراح أضيفها إلى المشروع اللي أنا أبقى أشتغل عليه. وبكذا نكون انتهينا من دورتنا اليوم، أتمنى أنها واضحة للجميع.